هذه الجولة رقم 28، لكن هنا الكرة تنفذ بشكل ممتاز مباشر. الله، هدف أول من مسافة بعيدة تقرب المسافات لدوري جميل، وهدف جميل من القائد عبد العزيز المفرج من مسافة بعيدة تقرب المسافات لدوري جميل. هدف رائع، هدف ولا أجمل، هدف ولا أروع، يخادع فيه. هاي شوف 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 شوف، مسافة جدا بعيدة، مسافة جدا بعيدة، لكن شوف الذكاء، شوف الذكاء لقائد نادي الرياض الذي استخدم أرضية الميدان المبللة التي ساعدت في زيادة سرعة الكرة وخادعت رافع الرويلي.